أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، هنتكلم عن ثالث درس في مادة الدراسات الاجتماعية وهو النبات الطبيعي والحيوان البري. من دلائل قدرة الله وعظمته أنه خلق النبات متنوع، فمنه مثمر ومنه الأشجار والحشائش، ومنه يتحمل العطش وندرة المياه، ومنه ما هو غذاء للإنسان. طيب، إيه المقصود بالنبات الطبيعي؟ هو النبات الذي ينمو دون تدخل الإنسان نتيجة لتفاعل عناصر المناخ المختلفة مع التربة، وبيتنوع النبات الطبيعي بسبب اختلاف درجات الحرارة واختلاف كمية المطر. من الملاحظ أن حرارة الشمس بتسخن المسطحات المائية، فيتصاعد بخار الماء الذي تحمله الرياح فيتكاثف على شكل أمطار. ومن أهم المصادر نمو النباتات وهي المياه العذبة، فتنمو النباتات وتعيش الحيوانات وتدب الحياة على الأرض. إيه أنواع النبات الطبيعي؟ أول حاجة الغابات، تاني حاجة الحشائش، تالت حاجة النباتات الصحراوية. أول حاجة من أنواع النباتات الطبيعية الغابات. الغابات، إيه المقصود بالغابات؟ الغابات هي أرض بها تجمعات شجرية ضخمة وكثيفة ومتشابكة. أهمية الغابات، تعتبر الغابات مصدر للأخشاب وتخلص الإنسان من الملوثات من خلال امتصاصها لغاز ثاني أكسيد الكربون. ولكن الإنسان أزال مساحات واسعة من الغابات ليستفيد بأخشابها وأحل محلها الزراعة. طيب، نتج عن ذلك إيه؟ نتج عن إزالة الإنسان لمساحات كبيرة من الغابات أول حاجة خلل بالنظام البيئي، حيث اختفت أنواع كثيرة من الحيوانات والطيور. تاني حاجة ارتفعت درجة حرارة الأرض. إيه أنواع الغابات؟ مثال للغابات، أول حاجة الغابات الاستوائية. أول حاجة في الغابات الاستوائية، موقع الغابات الاستوائية. تنمو الغابات الاستوائية في المناطق الواقعة على جانبي دائرة الاستواء، أي ضمن إقليم المناخ الاستوائي. تاني حاجة خصائص هذه الغابات الاستوائية. أول حاجة النبات، يتميز النبات الغابات الاستوائية بأنه كثيفة الأشجار ودائمة الخضرة، ومن أهم أشجارها المطاط والكاكاو والمهوجني. طيب، أهم الحيوانات التي تعيش في الغابات الاستوائية الزواحف، القردة والطيور الملونة. تاني نوع من الغابات غابات البحر المتوسط. طيب، تقع غابات البحر المتوسط وتنمو في المناطق الواقعة ضمن إقليم مناخ البحر المتوسط في السهول والأودية. إيه خصائص الغابات البحر المتوسط؟ من حيث النبات، فيتميز نباتات الغابات البحر المتوسط بأن أشجارها دائمة الخضرة وتتحمل الجفاف. من أهم أشجار التي تنمو في غابات البحر المتوسط الزيتون والفلين. طيب، أهم الحيوانات التي تعيش في غابات البحر المتوسط الأغنام والماعز. ثالث نوع من أنواع الغابات الغابات النفضية. بتنمو الغابات النفضية في المناطق المعتدلة الباردة. تاني حاجة خصائص الغابات النفضية، تتميز أشجار الغابات النفضية بأنها تنفض أوراقها في فصلي الشتاء والخريف. وأهم الأشجار التي تنمو في الغابات النفضية الزان والبلوط.
طيب أهم الحيوانات التي تعيش في الغابات النفطية، العديد من أنواع الطيور والسناجب والقطط، ويوجد أيضا الغابات الصنوبرية أو المخروطية. بتنمو الغابات الصنوبرية في المناطق الباردة. بتتميز أشجار الغابات الصنوبرية بأنها دائمة الخضرة وغطائها الورقي مخروطي على شكل مخروط الشكل حتى لا تتراكم فوقها السلوك. وأهم أشجار الغابات الصنوبرية الصنوبر والشربين. طيب أهم الحيوانات التي تعيش في الغابات الصنوبرية الثعالب والقطبية. تاني حاجة من أنواع النبات الطبيعي الحشائش. المقصود بالحشائش هي نباتات طبيعية أقل حجما وكثافة وطولا من أشجار الغابات، وتظهر مع تناقص كميات المطر. إيه أنواع الحشائش؟ أمثلة للحشائش: في حشائش الحارة وتسمى بالسافانا، بتقع الحشائش الحارة في وتنمو شمال وجنوب الغابات الاستوائية. الخصائص الحيوية والتي تتميز بها الحشائش السافانا أو الحارة بأنها حشائش طويلة، بتختلف في طولها وكثافتها حسب كمية المطر. فالمناطق اللي كثافتها مطرها غزير فتكون حشائشها أكثر طولا وتقل كلما قلت كمية المطر من حيث الطول. طيب أهم الحيوانات التي تعيش في حشائش الحارة وتسمى الحشائش الحارة أو السافانا بحديقة حيوان طبيعية. ليه؟ لأنها بيعيش بها حيوانات آكلة العشب وحيوانات آكلة اللحوم. طب أمثلة الحيوانات آكلة العشب: الغزلان والزراف والفيلة. أما الحيوانات آكلة اللحوم مثل الأسود والنمور والضباع. تاني مثال للحشائش: الحشائش المعتدلة أو ما تسمى بالاستبس. بتنمو حشائش الاستبس في الأقاليم المعتدلة في أواسط القارات. إيه خصائص حشائش المعتدلة؟ بأنها حشائش قصيرة لينة تصلح مراعي طبيعية للأغنام والماشية. تالت مثال للحشائش وهي الحشائش الباردة أو ما تسمى بالتندرا. بتنمو الحشائش التندرا في الإقليم البارد. بتتميز حشائش التندرا هي عبارة عن طحالب وحشائش سريعة النمو، تظهر خلال فصل الصيف القصير وتموت عند قدوم الشتاء. من أمثلة الحيوانات التي تعيش في الحشائش التندرا الرنة والكاريبو. ثالث نوع من النباتات الطبيعية وهي النباتات الصحراوية. بتقع النباتات وتنمو النباتات الصحراوية في الصحاري. المقصود بالصحراء هي أرض جافة شبه خالية من النبات الطبيعي. وتتميز النباتات الصحراوية بتحمل ظروف الجفاف وقسوة المناخ من خلال طول الجذور مثل النخيل، أو القدرة على تخزين الماء مثل التين الشوكي والصبار. أهم الحيوانات التي تعيش في النباتات الصحراوية: الإبل وهي المقصود بها الجمال، والوعول، والجرذان وهي الفئران، والزواحف والكثير من الزواحف والوعول.